وننطلق في أعمال هذا المؤتمر والجلسة الأولى التي تحمل عنوان بيروت عاصمة الإعلام العربي والتظاهرة الإعلامية العربية أمس رغم كل شيء ببيروت. تحية لك معالي الوزير على كل الشغل اللي صار وتحدي الواقع المرير، وهذا نوع من السياحة كمان، فهذا التعاضد اللي موجود بين الوزارات تنفيذا لقرار 517 اللي كان صدر عن مجلس وزراء الإعلام العرب، تجسيدا للتضامن الكامل والثبات والمتواصل بين الدول العربية مع لبنان، وتماشيا أيضا مع مقررات الجامعة العربية. بيروت العريقة تستحق عن جدارة هذا اللقب، لا تزال تنبض بالحياة على الرغم من قساوة ما مرت فيه وتمر فيه. أدعو وزير الإعلام بحكومة تصريف العميل زياد المكيري لترأس هذه الجلسة ويكون لك كلمة أيضا في هذه الجلسة، وأيضا أدعو كل من السادة الدكتور غالد غطاس، سيدة أريج محمد، سيدة نيلة تويني، السيدة يارا أبو منصف، والسيدة سالي شاهين، والسيدة نادية الزعبي. قبل الانطلاق بهذه الجلسة بتمنى على المتحدثين رح يكونوا موجودين على المنصة التزام بالوقت المحدد، لاحتراما لكل البانلز الموجودين للنهاية، لأنه نهارنا رح بيكون طويل وصار في تأخير صباحي كرمال عدة ظروف، فتقدر نعوض هذا التأخير. كلنا بنشتغل ثلاث أرباعنا هلأ كمان ما شاء الله بنشتغل بالإعلام بالتلفزيون، فبنعرف الالتزام بالوقت خاصة كرمال التسجيل اللي عم بيصير. فمعالي الوزير الكلمة البداية معك وبسلمكم على القاعة. صباح الخير، شكرا مديحة، شكرا WLA. أنا كمان بحب أقول إنه أنا مثل وليد عندي أغلب المسؤولين بالوزارة نساء، ودائما بحب كرر إنه مشان هيك عنا، ما بدي قيم حالي يعني وقيم الوزارة، بس بعتقد إنه قدرنا عملنا فرق، جزء كتير كبير من هذا الفرق لأنه في نساء. أكيد نحمل نقار كتير بس النتائج كتير منيحة إن شاء الله. يسعدني بل يشرفني أن أدير جلسة حوارية حول موضوع الإعلام الجديد والتنمية المستدامة والتحديات القائمة في ظل تطور رقمي متسارع يواكبه انتشار للأخبار الزائفة ولخطاب الكراهية. ويسعدني أكثر أن تأتي هذه الجلسة الحوارية في إطار فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي، والتي أطلقنا فعاليتها أمس وسط حضور لبناني وعربي ودولي كثيف، وركزنا على ضرورة أن يكون الإعلام هادفاً ينتصر للإنسان وللنساء والأطفال والشباب، يسلط الضوء على قضايا البيئة والصحة والاقتصاد، على السلام لا على الحروب، على البيئة والتنمية والعلم والرياضة، وينشد ثقافة الانفتاح ويغلق الباب على الانعزال والتقوقع والتزمت. بيروت عاصمة للإعلام العربي يجب أن تراعي أهداف التنمية المستدامة وتبني لمستقبل يضمن حرية التعبير ويواجه خطر الذكاء الاصطناعي بذكاء إعلامي إنساني يقوم على المسؤولية والأخلاقيات الإعلامية. أنا بحب أقول هون أنه نحن بالوزارة اشتغلنا على قانون إعلام جديد حديث يراعي المعايير الدولية، وفي جزء أساسي فيه متعلق بالمرأة، وإن شاء الله قريباً بينطرح على العموم. ضيوفي اليوم كوكبة من أهل الإعلام الذين استطاعوا كل في مجاله أن يوصلوا الرسالة الإعلامية بالطريقة الأمثل، مواكبين التطور الإعلامي
والتقنيات الجديدة مع المحافظة على المبادئ الإعلامية وحرية التعبير. بدي رحب بيارا أبو منصف، نادية الزعبي، بدي أعرفهم من بعضهم، بيشبهوا بعضهم كتير، ما بعرف كيف بدي أعمل. خالد غطاس عرفت أنه أريج، محمد، سالي شاهين، وأكيد العزيزة نايلة تويني. رح نحاول نكون سريعين لأنه عندنا كتير شغل كمان اليوم، وشكراً. يلا. أوكي، رح أعرف عن يارا. من سباق ملكة جمال لبنان إلى صناعة المحتوى، استطاعت بخفة دمها أن تحظى بملايين الإعجابات والمشاهدات والمتابعين. صانعة محتوى خفيف الظل، يضع البسمة على أوجه المتابعين، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان سنة 2022. عندك 1,100,000 متابعة على إنستغرام، لماذا أنت مؤثرة إلى هذه الدرجة؟ أنا أول شيء بردون قبل ما تحكي، أول مرة بدير بانل سو بتكن تحملونا شوي. أول شيء شكراً على الانترودكشن. أنا كنت وصيفة ثانية لملكة جمال لبنان عام 2018. هلأ المستشارة تبعيتي بدها تاكل عقوبة اليوم. ويني؟ صح. أول شيء شكراً على هالفرصة الحلوة، وشكراً على الكلمة الحلوة. بعتبر حالي شخص ملهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الكونتنت، المحتوى يلي بعمله يلي بيكون فيه رسالة بأغلب الأوقات، رسالة إيجابية لحتى تأثر بالعالم بطريقة إيجابية كبداية. وعلى ليفل تاني بعتبر حالي ملهمة لكل شاب وصبية حابين يعتبروا صناعة المحتوى مهنة لإلهم، خصوصي بلبنان بالوقت اللي العالم فقدت الأمل بالبلد، وفي ناس قالت إنه أنا لازم فل حتى يكون عندي فرصة. لا، أنا بقيت ونجحت من لبنان وما اضطريت روح ولا محل. في فرص بس نحن بدنا نعرف نشتغل عليها ونشتغل على حالنا لحتى نوصل. فهيدا الأمل الصغير لكل شاب وصبية حابب يوصل. وأبعد من هيك، أنا بالأساس عالمة، عالمة تشخيص جزيئي. بقيت 6 سنين اشتغل ريسيرش، وقررت بيوم من الأيام أنه أنا هيدا الشيء اللي عم بعمله مش الشيء اللي أنا اخترته لإلي، هو شيء الناس اختاروا لي، أو المجتمع اختار لي، أو أهلي اختاروا لي. فوصلت لمحل قدرت أخذ قرار أنه أنا هلأ بدي أعمل الشيء اللي أنا بحبه، ومشيت بطريقي، تركت كل شيء على جنب ومشيت بطريق جديد تعلمتها. فهيدا اللي منقوله، انه قد ما كان قطعته وقت، اعملوا الشيء اللي انتم بتحبوه، شوفوا انتم شو بتحبوا تعملوا، والحقوا طموحكم واحلامكم، and it's never too late. حلو. انا بحب اقول كمان انه احنا بالوزاره بنحاول انه نعمل كثير مشاريع لأنه نحث الشباب اللبناني أنه يبقوا بلبنان. فجد مشكورة أنه عندك هذه الفكرة، وبحب أكيد أنك يعني تروجيها أكثر، خاصة أنه نحن لبنان عم بيعيش أزمة نزوح إلى الخارج، وفي نزوح كمان إلى لبنان، وهذا عم بيعمل فرق كتير قوي، وعم بيضرب أكيد الوجدان اللبناني مثل ما بتعرفي. بحب أسأل كمان، شو التحديات اللي بتواجهها كمرأة يعني بلوجر؟ أكيد أنا بعتقد أنه تتعرضي لكتير قصص يمكن يومياً وكل ساعة وكل دقيقة. كيف فيكي أنه يعني بهذا الموضوع أنك تواجهي هالآفة اللي موجودة على السوشيال ميديا؟ في تحديات كوني صانعة محتوى بشكل عام، وفي تحديات كوني امرأة صانعة محتوى. أكيد لأنك امرأة. فالصورة النمطية الموجودة لكل حدا، كان كاتب أو مخرج أو حدا بمجال الإعلام، أنه أنت امرأة
ليش عم تعملي هيك، انه فيك تكوني عم تعملي شيء ثاني، او انت عم تستفادي من شكلك لحتى توصلي. هو بالفعل الموهبة هي اللي بتوصل الشخص، يعني شكله بيخدمه كمرحلة أولية، بعدين ما فيك تكفي، بدك تشتغل على حالك وبدك تتعب لحتى توصل. فالعالم بتهاجمك بهيدا الموضوع، أنه أنت امرأة، هيدا الصورة نمطية، أنه أنا لحتى أكون ناجح بدي أكون رجل، لحتى أكون مخرج قوي أنا بدي أكون رجل لحتى أنا أقدر أوصل وأكبر. مش مزبوط. وغير هيدا الشيء، القصص البيزكس يلي موجودة لحيالة صانع محتوى أو حدا موجود أونلاين أو كان إعلامي برات لبنان، في قصص مبدئية مش موجودة عنا. ونحنا يعني هموم اللي عندي أنا اليوم معي باك باك فيها UPS وكذا، لحتى إذا عندي كول ما تروح الإنترنت ففي مشاكل نحنا مش مضطرين نفكر فيها. بس التحدي إنه أنا أقدر واجه كل هيدا الشيء وأكسر كل الحواجز وأنجح بلبنان رغم كل هالصعوبات ورغم كل هالتحديات وكل هالجادجمنتس من الناس. أكيد، برافو. طب عندي دايماً كمان سؤال، إنه بس يكون عندك فوق المليون فولوورز، شو بتحسي؟ يعني إذا مثلاً بتحسي إنك أنت بس تكتبي شيء. أنا عندي 3000 يعني، وبحس إنه عندي مسؤولية كمان. ما بعرف شو بدي جاوبك. يعني فينا to push your account، بصير عندك أكتر وبتحس شو؟ بتحس الشعور إذا عبالك. إحنا لأنه أيام منلحق الانفلونسرز تا يساعدونا بوزارة الإعلام، تخيلي يعني أحسن ما العكس يصير، نحنا منلحقكم من مال لمال يعني. فأكيد لح نعوزك يعني. وهلأ كمان عندي سؤال لح أسأله للجميع، يعني إنه بيعني لك شيء إن تكون بيروت عاصمة الإعلام العربي؟ وأكيد لح نطلب منك إنك تساعدينا شوي، لأنه عاملين كونتنت حلو وفيجوالز حلوين، يعني إذا فيك تساعدينا بنكون ممنونينك كمان. أكيد اليوم. طبعاً هو بمرحلة أولية، أنا اللي بقوله عطول إنه أنا اليوم بس بدي أعمل محتوى بنزل على الشارع، بنزل بين الناس، بقعد بكافي شوب، براقب العالم وبكتب وبعمل وبخترع، لأنه مصدر إلهامي الأساسي هو بيروت. يعني أنا كل شيء عم بعمله من بيروت، بقلب بيروت، وعم فرجي جمال هيدي السيتي وجمال العالم اللي موجودين بهيدي المدينة. حلو. بدكن تحطوه؟ في فيديو طريف حابين يعرضوه. هو كان شيء مهضوم عن أول لبناني بالتاريخ بعصب وما بيسب. الله يسامحك. نعم أعزائي المشاهدين، عم نشهد على أول لبناني بالتاريخ بعصب وما بيسب. أستاذ، ربحت معنا جائزة قيمتها 100,000 دولار، بس قبل بدك تجاوبنا على 10 أسئلة. أستاذ، شو بتعني لك هالخضرة؟ طبولة. قد ايه دولار اليوم؟ 105. أعطيني 3 أسباب ليش تأخرت على الشغل اليوم؟ لقيت بالعجقة، بج الدولاب، احترقت سيارة. شو؟ بطاري تك بيو باي. أستاذ، أي عجيبة من عجائب الدنيا السبع طيبة مع المنقوشة؟ رجعت الهرب. احذر شو هالغنية. يم سليمان. أعطيني وجاء يا استاذ. ما بيصير يا استاذ، وين رايح؟ وروح، وين رحتوا؟ طلع على يعني كان فيكم تحضروا احسن لو ما قطش شوي، بس فيكم تفوتوا تحضروا اذا بتحبوا. طقت رقبتنا بس. ثانك يو. بتحسي كمان انه فيكي من ضمن الفولورز تبعك وجودك على السوشيال ميديا انك تساهمي بالاقتصاد اللبناني، بمعنى سياحه، بيئه، اعلام، ثقافه؟ بتحسي انه عندك كمان هيدا الدور، او بتشعري انه بس بهمك انت يعني الايجو تبعك انه تكوني موجوده يعني؟
طبعا هذا الشيء على طول بنعمله. اول شيء اذا عم نحكي عن الاقتصاد على طول بحب شجع اي براند اذا كانت لبنانيه، بحب اشتغل مع البراندز اللبنانيه. اذا كان في اي انيشيتيف اي ايفنت من اول الاشخاص يلي بروح وبصور وبشجع بحب، وان كان بالسياحه الناس على السوشيال ميديا مفكرتني عايشه بجنه. يعني لما صور المناظر الخضار بضيعتي مثلا بالباع الغربي بيقولوا لي انت وين عايشه، او بالمنطقه اللي انا عايشه فيها اول بالمحلات يلي بصور فيها. لبنان من اجمل البلدان يلي فيكم تعيشوا فيهم، من اجمل المناظر، من احلى الايفنتس يلي بينعملوا، من احلى المطاعم الكوفي شوبس. يعني كل شيء كتير حلو بلبنان والحياه كتير حلوه. فانا على طول بتاكد انه ثانك يو، على طول بتاكد انه بين هيدي الصوره الحلوه تبع لبنان لكل العالم. شو شكرا. ما بعرف شو عم بيقول لي الوزير. حدا عم بيقول لي. اوكي. اوكي. ثانك يو، ثانك يو يارا. ميرسي. ميرسي. عندك مشكلة إذا بعثنا لك الفيديو وتنزلي لنا إياه تبع ال يلا اوكي اوكي. بس ويني مديحة إذا فيها تساعدنا عن جد، فينا نحط فيديو تبع امبارح هون أو صعب؟ موريس. Anyways. ثانك يو. نادية الزعبي. يس. هلو هلو. ان شاء الله ما غلط بالانترودكشن هلا. نادية عبد المنعم الزعبي أردنية، درست بالجامعة الأردنية في تخصص اللغات الحديثة إنجليزي وأسباني، بعدين اتجهت نحو الإعلام صدفة عبر برنامج آخر خبر على قناة روتانا، وقد اعتبرت أفضل مذيعة راديو من خلال استفتاء التي أقامته جريدة ستور في عام 2008، وقد قدمت مجموعة من البرامج والمسلسلات الكوميدية، صح؟ يس. تمام. أنت أقوى من يارا، عندك 6 ملايين على تيك توك، بس على تيك توك، ما بعرف إنستغرام قديش يعني. 2 مليون إنستغرام. أقوى. لكن أنا بنزل الفيديو. شو بيضيف هالرقم على مسيرتك الإعلامية؟ وهل إنه أنت برأيك يعني الإعلام بينقص بالأرقام؟ أول إشي أنا كتير مبسوطة إني موجودة ببيروت، كتير مبسوطة إنه عم بشوف هالوجوه الطيبة من السيدات القياديات الرائدات. الست للأسف بمجتمعنا العربي دائماً بنحكي عنها بضمير الغائب، المفروض أنه نصير نخاطبها لأنه هي حاضرة حتى وإن كانت غائبة، حاضرة في جميع القطاعات. حلو. أنا بس أوصل على مطار بيروت الناس بس يشوفوني بيقولوا لي حضرناك على تيك توك، شفناك على إنستغرام، شفنا لك فيديو على فيسبوك. بقولهم يا جماعة أنا إعلامية راديو وتلفزيون، كتير نفسي حدا يقول لي حضرنا لك برنامجك لايف اون تي في. للأسف الشديد احنا وصلنا لمرحلة صاروا الأشخاص يتداولوا مقاطع البرامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ليه عم بقول للأسف؟ لأنه احنا ما عم نهتم، احنا عم نستغل التكنولوجيا، ما عم نهتم بتطويرها. عم نشوف فقاعات عديدة حوالينا، شخص بيعمل فيديو بيوصل الفيديو ل5 و6 مليون، بيقعدوه بالصفوف الأمامية وبيقعدوا الإعلامي بخامس صف وبس يدخل بزقفوله. والأدهى والأنكى والأمر إنه في كتير عالم صاروا يشتروا فولوورز. يعني أنت بتنام بيكون عنده 50,000، توعى بصير عنده 1 مليون، ترجع بتنام بتصحى بتلاقي عنده 2 مليون. And he believes it، يعني هو بيكذب الكذبة وبيصدقها. بتصير تدخل على الإيفنت ماسك الـ LV بإيدها، منقولها هاي ما بتسمعنا، فهي بتكذب وبتصدق. للأسف عم بقول بأنه مواقع التواصل الاجتماعي خلقت أبطال من ورق. أنا اللي عم بحاول أعمله، عم بحاول أوازن ما بين الإعلام وما بين السوشيال ميديا، عم بحاول أقدم محتوى هادف
فيه كوميديا قريب من الناس، بس عم بحاول أوصل رسائل إعلامية اجتماعية هامة. يكفيني لما تشوفني ست بالشارع تقول لي لما بسمعك بقوى، لما بسمع خطاباتك بحس حالي أخذت حقي من مجتمع الهيمنة الذكورية فيه شئنا أم أبينا هي المسيطرة. فالست مليون والاثنين مليون والفيوز واللايكس ما بقول لك مش مهمة، مهمة، ولكن هي عمرها ما بتصنع أبطال. فأنا بفضل لما تعرفوا عني قولوا نادية الزعبي الإعلامية، يكفيني شرفاً. هلا انت حكيتي كثير حلو بس براكتيكلي مش مزبوط رح يصير هيك، لانه الناس بيلحقوا السوشيال ميديا بهالايام، وهيدا مشكل صراحه نحن كمان بنعاني فيه كاعلام عالمي، يعني مش انه بس بموضوع بيتعلق بشخص مثلك بس. نعم انا معك معالي الوزير، واكبر دليل على هيك انه انا نيو ادابتر. انا بالنسبه لي هالارقام اللي عم بتشوفها اجت من وراء افورت، من وراء جهد انا حطيته بالسوشيال ميديا. بس انا اللي عم بشوفه على السوشيال ميديا، المواد اللي بتم طرحها، الإشاعات، تزييف الحقائق، تشويه السمعة، اغتيال الشخصيات، هذا اللي بخليني أقول هيك. أنا عم بستعملها بطريقة صحيحة أرجو، وأنا مع التوجه، أنا مش ضد، ولكن أنا اللي بقوله بأنه إحنا وصلنا لمرحلة لأنه ما في ضبط نفسي وما في رقابة ذاتية. أنا لما أغلط بكلمة على التلفزيون بحاسبوني هيئة المرء والمسموع، أما أنا لما أسب على شخص خلف شاشة مين بده يرجع يلحقني؟ أنا بدي أحكي لك شغلة صارت معي معالي الوزير. أنا طلعوا علي إشاعة، طلعوا علي إشاعة السنة الماضية، فضيحة نادية الزعبي. تقرأ خبر فضيحة نادية الزعبي شو بيخطر على بالك أول شيء؟ أكيد أنا أم، أنا بدي لما ابني يحط اسمي على جوجل يكون أمامه تاريخي مشرق. لا يحق لأي شخص بالعالم أنه يحط نقطة سودة بتاريخي وأنا أسكت لأني امرأة ولأني عايشة في مجتمع عربي فيه قيود. فأنا أطلقت مبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اسمها مش رح تكسرني. هاي المبادرة انتشرت بشكل كبير جداً في العالم العربي. قلت لكل ست قاعدة ببيتها عم تتعرض لأي نوع من الابتزاز الإلكتروني، من التحرش، من المضايقات، علي صوتك، أنت مش لحالك. فأنا بهاي الحالة زي ما ذكرت معليك، مواقع التواصل الاجتماعي فادتني. ليه؟ لأنه خلت صوتي يوصل إلى شريحة كبيرة. نزلنا فيديو على فيسبوك خلال 24 ساعة جاب 12 مليون فيو. Thank you social media. أصلاً جاوبتي على الأسئلة اللي كنت أسألك إياها. بحب كمان أرجع أسألك سؤال تقليدي اللي بدي أسأله عن بيروت عاصمة الإعلام العربي. هل تعني لك؟ هل أنه كمان إذا مقتنعة أنه المرأة عندها دور ببيروت واللي نحن أكيد رائدين بهذا الموضوع، كمان بدي أطلب منك تسوقي لنا شوي موضوع فعاليات بيروت؟ أكيد. أول إشي أنا بدي أقولكم بأنه أنا بلشت إعلام بال2006 وتدربت على أيدي لبنانية. أنا لبنانيين هم اللي دربوني. أنا اللبنانيين أعطوني حرية، أعطوني عفوية، أطلقوا العنان لشخصيتي. ما بقولكم ما تعرضت لمشاكل، definitely. يعني أنا بنت إذا بتحط هاشتاج نادية الزعبي على أي من منصات التواصل الاجتماعي بتشوف سخرية، بتشوف حملات ممنهجة، بتشوف كراهية. بس أنا إذا تعلمت إشي من اللبنانيين تعلمت الحرية في التعبير وفي الكلام. لبنان هي الكلمة الأولى وهي الحرف الأول وهي الصحيفة الأولى. لبنان لا تتعب ولا تستسلم ولا ترفع الرايات البيضاء. أنا من الأردن فخورة إن اليوم موجودة بعاصمة الثقافة العربية بيروت. شكراً. اعطيتيني أكثر ما طلبت، يعني هم نغير الجو شوي مع دكتور خالد. دكتور خالد غطاس عالم إحياء وخبير في السلوك البشري، بدأ بنشر أفكاره ووجهات نظره على مواقع التواصل الاجتماعي
منذ العام 2016 ونشر كتابه الأول وكان النفاق جميلاً الذي يضم روايات فلسفية قصيرة لتجسيد أفكاره على أرض الواقع. أنشأ دكتور خالد مبادرة اجتماعية سنة 2020 في لبنان وأطلق عليها اسم الورشة، تهدف إلى بناء قادة ذوي خلق راق ومهارات عالية. ضعيف بالإنستغرام، عندك 100 وشوي. حبيت جملة من الكتبة، أريد أن أدخل بعض الفكر في أفكارنا، بعض الحياة في حياتنا، بعض الإنسان في إنسانيتنا، ثم نغير بذلك الدنيا. شو برأيك الفكر يلي عم تدخله على السوشيال ميديا تيأنسنا زيادة؟ أول شيء صباح الخير وشكراً، شكراً معاليك. أنا كنت قطعت عهد على نفسي بالتعريفين اللي مرقوا إني ما صلحك، إنه ما صلح ما عدل. في غلط كمان؟ لا ما في غلط، بس أنا 1,100,000 مش 100 بس. 1,100,000 مش 100 بس. بس أنا عهدي يعني مقيم فيه، خلينا نمحي 1,000,000 ونخلي 100,000. أول شيء فعلاً يعني بدي أشكر معاليك على الجهود، يعني وفعلاً عم نلمس التغيير وهيدا بدي أخذها فرصة إنه لما يكون في عناصر بدها تغير فينا نغير ضمن المساحة المسموحة، لأنه صاير عذر إنه ما في مساحة نغير فيها ونصحح. بالحقيقة لما when you dig deeper بتلاقي نحن صرنا متقاعسين عن دور ممكن يعمل تغيير. فأول شيء بدي أشكرك على هيدي الجهود، وبدي أشكرك على إنه بيروت يعني عاصمة الإعلام. هيدا إنجاز كتير 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 كبير، ونحن فعلاً فعلاً فخورين. شكراً. تسلم. هيدا بداية. تاني شيء حاسس حالي كان في زمان بهدول المجلات نحن وصغار يحطوا أين الدخيل ولماذا، تعرفوها؟ أنا حاسس حالي الدخيل بعد مش عارف لماذا. أنا عندي شوية opinions يمكن شوي دقيقة، يعني فيها ببعض المحلات نظرة أخرى، وببعضها أنا طبعاً مع اللي عم بيقولوه الصبايا. أول شيء أنا لبناني وما بعتقد إني سبيت in public ولا مرة. فلبنان لا بعد فيه يعني في أمل، الشيء العام طبعاً موجود، بس ولازم نضوي على محلات مثل ما عم نحاول نعمل تكون شوي يعني بتظهرنا بالصورة الحلوة. هيدا 1 2. عم تسألني كيف بدنا نغير. أنا للأسف ماسك شغلة هي من أكثر الأشياء المملة للناس، اللي هي الأخلاق. كنت عم بعطي محاضرة من يومين، وفي جيل شوي يعني من 18 لل 25، أنا بقول شعر مرات بقوله بترك العالم تكفيه، فعم قل لهم أحمد شوقي بقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. وI was expecting بدون منازع إنه يردوا علي كلهم فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ما بيعرفوه. وهيدي الكارثة، وأنا من وجهة نظري هيدا الجزء اللي لازم يعمم ويندرس له ويتخطط له، سواء على السوشيال ميديا أو على الإعلام. لأن أنا بعرف فنانين كتير، وبعرف كيف الفنانين بفكروا عشان الغنية تنجح على السوشيال ميديا، وبعرف ناس كيف بتعمل ديزايننج للترند، أوكي؟ بس ما بعرف ناس بتفكر كيف تعمل ترند تو بروموت قيمة، ما بعرف ناس كيف بتخطط وبتفكر تو بروموت شيء إيجابي بالمجتمع، ما بعرفهم. كتير قلال الناس اللي بتدرس أنا كيف بدي ألعب هيدي اللعبة تو بروموت قيم وأخلاق وعادات من مجتمعنا. صحيح. وهيدا ضروري يصير. شكراً. Thank you. كنت كان عندي بالأردن، كان أول مرة بطلع publicly
قلت لهم بالطب في قسم أبو قراط، قسم أبو قراط اللي هو بيقول I swear to do no harm، يعني أقسم إنه ما أأذي. وهلأ المشرط الأساسي هو الميديا والسوشيال ميديا، فأي حدا بده يطلع يحكي مع الناس اللي صار بقلب البيوت وبقلب الحياة وبقلب جيبتنا اللي منحط حد قلبنا وهو بيتحكم بعقلنا، we are doing a lot of harm. فنحن بحاجة لنرجع هيدي الأشياء وإلا ذهبنا يعني. فاللي أنا بشوفه ضروري نعلي، في كلمة كتير نستعملها بس حسها مش أخذ حقها، نعلي المعايير السليمة للنجاح والمعايير السليمة اللي فعلا بيبني مجتمع، اللي فعلا بيبني مجتمع. نحن أتمنى نكون عم نقرب بس هلأ شوي بعاد، فهيدي هي. هلأ أنت بعتقد مثل ما قلت للقليل يلي عندن هالثيم بموضوع مختلف عن يعني قضيتك شوي ما كتير من لقيها على السوشيال ميديا، وهيدي شغلة منيحة وريحتني أكتر أنه عندك يعني فوق المليون. هيدي بحب أسألك كمان ديش أنت بتحس أنه تعرف أنه في إفتان في مشكلتين كتير كبار بالإعلام العالمي، يعني هو أولاً الأخبار الزائفة يلي حكيت عنها، وطبعاً خطاب الكراهية يلي كل العالم والكرة الأرضية أكيد بتعاني من هذا الموضوع. ليش بتحس أنك أنت فيك تدفش باتجاه أنه تخفف أو أنك تصحح مسار؟ طبعاً هيدا جورني صعبة مش كتير سهلة يعني، وبدك تخوضها. بس يعني أنا قاعد هون كنت عم أقول لهم، حكيت مع التيم أنه ما شاء الله too much feminine energy، energy نسائية عالية كتير، وهيدي الانرجي هي اللي عندها فرصة تغير الدنيا إذا بتتوظف بالمحل الصح، واللي هو هيدا اللي عم بيصير من خلال WLA وغير ناس عم تشتغل على هيدا الشيء وبهيدا المضمون. ف يمكن تطلع شوي تشيزي بس أنا شوي بقول الحقيقة، أنا بصدق مؤمن إنه المرأة هي اللي بتعمل التغيير الاجتماعي بصدق، ومن خلال أدوار للأسف تذكر بالآخر، أنا بحطها بالأول، من خلال الأم، من خلال الأخت، من خلال المعلمة، من خلال رائدة الأعمال، من خلال الإعلامية، هيدا اللي بيصنع التغيير وهيدا اللي لازم ننشغل فيه، لأنه المرأة صانعة. هيدا الجملة مرقت 4-5 مرات، المرأة نصف المجتمع، المرأة نصف المجتمع ولكن تصنع النصف الآخر، فالمرأة كل المجتمع في الحقيقة. بصدق أنا عم أقول هيدا الحكي، يعني أنا بقول من مسيرة حياتي الحمد لله رب العالمين، إذا بتشيل امرأة وحدة من المسيرة تكون حياتي بمحل تاني غالباً متدهورة، بينما بالحقيقة إذا بتشيل كل الرجال ما كتير بتتأثر حياتي، كنت تكون بنفس المحل. وعم أقول هيدا الحكي بصدق من هيدا المنبر، يمكن شفتوني ظهرت I took a walk، قلت شو الشيء اللي بصدق لازم ينقال، وهيدا هو إنه نحنا لازم نعرف الدور الصحيح ونعرف مدى القدرة عند المرأة. يعني أنا بستغرب كيف في مقارنة أصلاً بين قدرة المرأة وقدرة الرجل، نحن مساكين. فلذلك اللي ممكن يساعد بالتغيير الحقيقي والجذرة هو هيدي الأنرجي. شكراً. شكراً. مشان ما نتأخر بس كلمتين عن بيروت إذا بتحب كمان. إيه عن بيروت، ما يعني أنا بيروت تنقال حد مرتين تنزل دمعتي، ونادي شاطرة تنزل لي دمعتي، يعني هذه تاني مرة. لا بيروت يعني يا عشاق بيروت القدامى هل وجدتم بعد بيروت البديلة. بيروت عاصمة حياة
وفعلا هيدي كلمة هلا كنت تاخذ معاني كثير. بيروت مدينة مقاومة بالحقيقة، مقاومة الموت وبدها الدل إن شاء الله. والمقاومة بتاخد أشكال وظروف ومحلات مختلفة. هيدا بالنسبة لبيروت. بالنسبة لبيروت عاصمة الإعلام، طبعاً اللي عم نعمله نحن متميزين بهذا الشيء بلبنان بحكم تنوعنا، ونحن أغنياء بهذا التنوع. ولكن I was reading وهذا بدي حطه يعني عند معاليك بال World Press Freedom Index بال 2020 كنا رقم 101 من أصل 180. اليوم 2023 صرنا 105، سو تراجعنا 4 points، واللي هو شيء ينذر لا لازم ندل بجهود حضرتك وبهيدا الكلام نتمسك بالحرية، والإعلام هو كور الحرية. فبتمنى ندل نتابع هيدا الاندكس لأنه هو بميزنا كتير يعني. وآخر شغلة بدي أقولها، ليه لبنان قوي بالإعلام؟ وليه لبنان قوي بالطبابة؟ وليه لبنان قوي بالسياحة؟ لأنه لبنان كان قوي بشغلة واحدة اللي بتنتج كل هيدي القطاعات، اللي هو التعليم. تعليم الناس اللي بتطلع على المجتمع لتصنع مؤسسات حكومية ولا برايفت، ظاهرة من مؤسسات تعليمية هي اللي بتجهزها بشكل سليم. وأني انتجريتد فيجن لأي كونتري بدها تبلش من التعليم لتقدر تعمل إعلامي شاطر أو موهوب، لتقدر تعمل طبيب شاطر أو موهوب، لتقدر تعمل سياسي شاطر أو موهوب، حسب بقى موهوب وين تجي. التعليم، أنا مستغرب بالتعليم، مستغرب بالتعليم. بنحكي عن التعليم كأنه قطاع لحاله. التعليم ينتج البلد بكل مرافقه، وهيدا لازم يكون يعني هيدا فوق فوق فوق. لأنه نحن قائمين اقتصادياً على شو؟ على المغتربين. ليه بياخدونا نشتغل برا؟ لأنه احنا متعلمين صح. إذا هيدا انضرب ما حدا بياخدنا ولا بشغلنا. غير ليه بياخدونا ولا بشغلونا؟ نحن بقلب بلدنا كيف نعرف نشتغل ونعرف نقوم قطاعات إذا تعليمنا انضرب؟ كان عم بيقولوا لي الأرقام الدكاترة اللي راحت شيء بخوف. وهيدا يعني هيدا طبعاً هيدا خرجنا عن الإعلام، ولكن الإعلام يتأثر بنتاج الإديوكيشن سواء إديوكيشن أو هاير إديوكيشن. فهيدا اللي بدي أقوله اليوم. شكراً جزيلاً. شكراً. أنا تشرفت كثير أنه تعرفت عليك. شكراً. Thank you. بس أنا بدي كمان أغتنم هذه الفرصة تقلك أنه نحن كنا بالرانكينج تبعنا 128 لبنان سابقاً. بس أنا بحب أقول أنه نحن تقدمنا 11 درجة، وهيدا شيء مش كتير عظيم، بس أنا بشوف أنه كتير منيح بالرغم من هيدي الظروف. طبعاً. أنا كتير فخور أنه قدرنا نحن كوزارة ساهمنا بهذا الموضوع. طبعاً. شكرا. طبعاً طبعاً. وشغلة أساسية اللي بيحكم هيدا الاندكس هو طبيعة البلد. فهو يعني قد ما كانت جهودكم كبيرة طبيعة البلد بتحكمه، فواضح الجهود للبروغرس. بس أنا قصدي إنه ضروري ندل متماسكين ونحافظ على الحرية. أكيد. شكراً. شكراً. أريج. هي مراسلة سكاي نيوز عربية في موسكو. صح؟ طيب أريج، أهلا وسهلا فيك بوطننا الحبيب لبنان. تعرفي عن حالك إذا بتريدي. أولاً شكراً على الاستضافة الكريمة معالي الوزير، وشكراً للسيدة مديحة على الاستضافة، وشكراً لجميع الشخصيات المرموقة والليديز اند جنتلمن المتواجدين هنا. أنا سعيدة جداً وفخورة جداً في هذه الاستضافة الكريمة. أنا أريج محمد، إعلامية قطرية، إعلامية رياضة، إعلامية كروية بحت، صاحبة العد التنازلي لكأس العالم، وأيضاً ناشطة اجتماعية،
وانيمال اكتيفست از ويل، وايضا لي جزء كبير مع حقوق الانسان، جمعيات حقوق الانسان، وكان لي مساعدات كثيره في السابق مع البلد الجميله لبنان. انا سعيده جدا في وجودي هنا وشكرا. وانا ما عندي مليون فولوور ولا 100,000، على قد حالي، هم 50-60,000. احنا دوله صغيره، شعب صغير، ولكن احاول بقدر الامكان ان يكون لي بصمه ايجابيه من خلال الاعلام. اهلا وسهلا فيكي. اسالك شيء عن مذيعات الذكاء الاصطناعي يلي بلشوا طريق مهني بقطر. نورة هي أول مذيعة افتراضية بقطر، هل بتحسي أنه نورة ممكن تشكل منافسة إلي؟ بالفعل أكيد، نورة كانت أول مذيعة للـ IA، للذكاء الاصطناعي، الـ Artificial Intelligence، وأيضاً كان في فضة في دولة الكويت أيضاً. أعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو شيء يعني نفس السوشيال ميديا، شيء ذو حدين، لا إيجابياته ولا سلبياته. أنا كإعلامية دائماً أؤمن أن الـ human interaction، التفاعل الإنساني، لما أنا أطلع في الأخبار أو أطلع في برنامجي لايف، المشاعر والأحاسيس اللي أنا أوصلها للجمهور سواء من المحتوى الرياضي أو الإنساني، أو عندي أيضاً برنامج اجتماعي، يختلف عن مذيعة الذكاء الاصطناعي. لما أنا أشوف أنه احتل الذكاء الاصطناعي العالم حالياً، طبعاً أشوف لا إيجابياته ولا سلبياته، ولكن هل يؤثر فيني؟ طبعاً يؤثر فينا، هي منافسة شرسة لنا إحنا، لأن خلينا نقول الذكاء الاصطناعي شبه ما قاعد يمحي كثير من وجود البشرية أو كثير من الهيومن انتراكشن. أصبح الإنسان حاسس نفسه أنه هو مجرد آلة، روبوت. إحنا أوريدي نحس بهذا الشيء يومياً، فلما أنا أحس أني أنا 24 ساعة على التليفون، السوشيال ميديا متحكمة فيني، الارتفيشل انتليجنس متحكم فيني، وحتى أيضاً لما أجي أعرف عن أخبار العالم أو أخبار البشر من خلال أيضاً روبوت، أحس أنه يعني it doesn't give the right feeling أو it doesn't give the right sensation. أحس أنه شوي فيها من يعني معدومة شبه ما من الأثكس اللي احنا متعودين عليها في عالم الإعلام. هل تهددنا؟ طبعاً طلعوا في مقال، قالت هذه مذيعة الذكاء الاصطناعي، قالت أنا ما أشكل عليكم تهديد، قالت أنا وجودي مجرد فقط أني أملي فراغ. يعني إذا أحد من الشخصيات الإعلامية كانت تعبانة أو ما عندها الإمكانية أن تكون حاضرة على التلفزيون، أنا راح أغطي مكانها وأقوم بوظيفتها، ولكن أنا ما أسبب لكم أي نوع من الخطر أو أي نوع من يعني الانعدام، ولكن أكيد هي راح تكون منافسة بين البشرية وبين الأجهزة الآلية للأسف. يعني كيف تحمي نفسك كإعلامية عربية من الصورة النمطية للمرأة؟ بهمنا كمان هذا الرأي. معالي الوزير، أنا امرأة خليجية قطرية، انتمي إلى أيضاً كثير من الباكراوندز المختلفة، جدتي سورية، والدتي مصرية، فكثير في من العادات والتقاليد تصادم لها في عائلتي، ولكن أشوف أن النظرة النمطية للمرأة العربية في العالم العربي هي دائماً نفس ما ذكرنا وتكلمنا وقلنا، أن المرأة لها دور معين، دور في البيت كأم، كأخت، وسيلة دعم، وسيلة إنجاب، ولكن مهاراتها وأدائها وصفاتها اللي تميزها عن الباقي تختلف. لما أنا أتكلم كإعلامية خليجية غير ما لما تتكلم إعلامية لبنانية أو أردنية، لأن إحنا لنا عادات وتقاليد ولنا قيود مختلفة جداً عنكم في الشكل، في المظهر، في الكلام، وأيضاً في التعبير. إحنا في لنا حدود، في لنا قيود، ما عندنا الحرية، مش من سبب إعلامنا، ولكن من سبب وجهة نظر أو نظرة المجتمع الخليجي للمرأة. إحنا عندنا ما عندنا الانفتاح اللي موجود عندكم، ولكن مع
تطور الإعلام وتطور الوقت واختلاف الثقافات والعادات والتقاليد، أصبح المجتمع الخليجي يتقبل المرأة العربية الخليجية كإعلامية، كمتحدثة طلقة، كإنسانة لها بصمة كبيرة إيجابية في المجتمع، كداعمة للحقوق الإنسانية البشرية، لها مناصب حكومية، لها مناصب رئيسية. بالفعل، فأكيد أزعل من النظرة، ولكن أعتقد مع تطور السوشيال ميديا ومع وجود هذه العناصر أصبح المجتمع يشوفنا بنظرة مختلفة، أصبح لنا مكانة، أصبح لنا احترام، أصبح لنا هيبة في المجالات كافة وجميعا. فهذه هذا هو جوابي. إن شاء الله أكثر وأكثر كمان. شكرا. سالي شاهين، أنت عملي الانترودكشن. أنا أعمل انترودكشن؟ أنا مستمع معظم الكلام بس عشان أنا بسمع بالصعوبة. تفضل. أنا أعمل انترودكشن. أنت تعمل إيه؟ سالي شاهين، بني أدمة، مصرية، مذيعة، ممثلة مؤخراً، كنت مس إيجيبت، امرأة مصرية عربية وأفتخر. من ملكة جمال مصر إلى عالم الإعلام، شو الرسالة، شو ما هي الرسالة التي توجهت بها إلى المرأة العربية خلال هالدورين؟ خلال الرحلة ممكن أكون اكتشفت إن كان في رسالة، بس في الأول هبقى كذابة لو قلت إن أنا دخلت ملكة جمال مصر عشان أقدم رسالة أو دخلت الإعلام عشان أقدم رسالة. دخلت ملكة جمال مصر عشان أحقق حلمي في الإعلام، حلمي أنا، ولكن بعد 20 سنة في الطريق ده كله اكتشفت إنه أي ست، مش أنا بس، الأم، الوزيرة، رئيسة الجمهورية، الإعلامية، الدكتورة، المهندسة، عاملة النظافة، كل ست بتعمل حاجة في المجتمع هي بتقدم رسالة، هي بتقدم رسالة برحلتها، بالصعوبات اللي بتقابلها أياً كانت مهنة الست، فهي بتقابل صعوبات كتير جداً، إنها بتعرف تعديها، هي دي الرسالة. الست في العالم كله، مش هقول الست العربية بس، عندها قوة تحمل أكتر من الراجل بكتير. أنا أتفق معاك، أنتوا بتقولوا إن الست نص المجتمع، لا أنا بشوف إن هي أكتر شويتين من نص المجتمع، اعذروني، وده لا يقلل من الراجل شيء أبداً، لأن إحنا كستات مش هنعرف نعيش برضو من غير الرجالة، لكن الست هي اللي مربية الراجل، الست هي اللي بتنزل الشغل، الست هي اللي بتروح البيت تخلي بالها من الولاد وتخلي بالها من البيت وبتدير البيت وبتدير الولاد وتخلي المكان ده يقدروا كلهم ان هم يعيشوا فيه ويقدروا ان هم ينزلوا ويبقوا مفيدين للمجتمع، وهي بتفيد المجتمع وفي الاخر ما بتشتكيش قوي. يعني يوم ما الست بتشتكي يقول لك ايه ده، دي شكايه، انما هي دايما هي اللي بتستوعب كل اللي موجود حواليها. فالست سنه زياده عن الراجل في المجتمع. أنت شجعتي المرأة على العمل وإثبات ذاتها قبل الزواج، ليش كانت الفكرة عندك إياها؟ طبعاً لازم أي بنت تشتغل قبل ما تتجوز علشان تقدر إن هي تبقى شايفة، تقدر إن هي تختار صح من غير ما تنزل ويبقى عندها خبرة حياتية في العمل وفي البشر، وإن هي تشوف صعوبات الحياة، الجواز هيبقى صعب عليها. فعشان أقدر أختار الشخص الصح السليم بالنسبة لي عشان الجوازة دي تكمل وتبقى أسرة كويسة برضو بتفيد المجتمع، يبقى لازم الست تنزل تشتغل عشان تبني شخصيتها عشان تقدر تبني أجيال بعد كده. برافو. آخر سؤال له علاقة بأكيد بيروت، وديش بتشوفي أنه، ما بعرف إذا قدرتي تابعتي امبارح افتتاح الحفل لإطلاق بيروت عاصمة الإعلام العربي، كان في 2 بانلز لهم علاقة بعلاقة مصرية لبنانية، يعني مثل ما بتعرفي صحيفة الأهرام المؤسسين هن لبنانيين، يعني بشارة وسليم طقلة، روز اليوسف كمان هي لبنانية. قديش بتشوفي مدى العلاقة الإعلامية والتاريخية والتراثية بين مصر ولبنان؟
انا عايز اقول لك على حاجه، انا مصريه مصريه، ولكن لو دخلت على جوجل هتلاقي في سايتس بتقول عليا لبنانيه مع اني مش لبنانيه. ده اول حاجه. تاني حاجه، انا بعتبر نفسي جزء مني لبناني. انا اشتغلت في لبنان حوالي 7 سنين في ام بي سي. طبعا لبنان والاعلام زي كده ما بيقولوا على مصر هوليوود الشرق، في الغنى، في التمثيل، في الأفلام، في المسلسلات، الإعلام بنقول لبنان في الوطن العربي. كلنا اتعلمنا الإعلام من لبنان. أنا لما جيت هنا واشتغلت 7 سنين في لبنان دايماً نقول لا، الشغل في لبنان غير، الاستوديوهات غير، الذوق اللبناني كمان مختلف، طريقة عرض الحاجات مختلفة. فأه طبعاً لبنان عاصمة الإعلام بلا منازع. أهلا وسهلا فيك. أنا تركتك للآخر لأنه بالنسبة لي مسك الختام يعني. هول بعرفهم صح، في لبناني وعدو سابق بمجلس النواب. بس أهم لقب عندك أنك أنت سليلة بيت عريق أعطى كتير للبنان بالحرية وبالصحافة وبالثقافة. خلص سحبت وحدي هلا، ما بدي اقرا شيء. فاهلا وسهلا، امبارح فقدنا لك باطلاق فعاليات بيروت، بس بعتقد انه كنتي مشغوله كثير. بحب اول شيء انك انت تحكي شيء، وانا بعدين بحب اني اسالك يعني تجربتي كوزير اعلام، شو الاعلام بيعاني بلبنان، وكيف انتم بالنهار قدرتوا تطورتوا جوزتوا هيدي المحنه الكتير كبيره، وعملتوا كل شيء تما تسكر جريده مثل النهار يلي هي ترمز للبنان ولبنان الحريه والثقافه وكل شيء نحن بنحلم فيه. اول شيء بدي اتشكرك، بدي اتشكر مديحه على الدعوه، وبدي اتشكر كل الحضور. يعني الواحد يبلش النهار عمره 90 سنه، بلشت من 90 سنه، وهي منبر كانت للحريه وللاعلام، وهي كانت مدرسه للحريه وللاعلام، وكل الاساتذه اللي كانوا موجودين بالنهار من 1933 لليوم هن مدرسه للاعلام، مش بس بلبنان، بالعالم العربي. وعم بقولها مش انه توحد يشوف حاله انه انا من هالمدرسه، بس عن جد وين ما بروح بالعالم العربي كل هالعالم بيقولوا لي نحن كنا بالنهار او مرقنا بالنهار او تدربنا بالنهار. اكيد التحدي ما كان ابدا هين، لانه من 18 سنة وقت اللي أنا بلشت بطريقة يمكن كتير قاسية وبشعة من بعد اغتيال جبران تويني اللي هو الوالد، كانت خبرة كتير صعبة، لأنه كنا بالصحيفة الورقية بالأول، كان عمري 22 سنة، هو العمر اللي أول شيء كان صعب أكتر من أنه وحدة تكون سيدة، لأنه أنا من الأشخاص اللي بيؤمنوا أنه النساء والرجال بيتساووا، والمرأة اليوم صار دورة بالعالم العربي موجود وين من كان بأهم المناصب حتى وين من كان بالعالم العربي. وبعتقد أنه أوكي في حقوق عندها إياها المرأة، يمكن لازم يشتغل على قوانين وكل شيء، بس أنه المرأة والرجال متساويين. ما بحب دايما نقول أنه في حقوق للمرأة مش موجودة، يمكن أكيد بالقوانين تما حدا هلأ يقل بلا في قوانين مش مشغولة. التجربة هي أنه الواحد يبلش من عمر صغير ويكون صبي مبلشة وعم بيواجه أجيال وأساتذة كبار ما كان شيء هين، بوضع كتير صعب. وبلشت بوضع يلي هو الصحافة الورقية كانت عم تبلش تنزل، فكان هالتجربة والتحدي أنه الواحد يحول صحيفة ورقية ويقنع أجيال وأساتذة أنه لا، لازم نروح أونلاين ونشتغل 24 ساعة ونكون عم ندخل هالأجيال الجديدة تغير، ويصيروا يطلعوا عليك الأجيال القديمة أنه هالأجيال الصغيرة مين جاي يعلمنا هيدا؟ هو مش جاي يعلمنا. مثل ما أنا اليوم بدي أسمع لحتى طالب المدرسة من بعد اسمع لطالب الجامعة وتعرف بأي طريقة بده يسمع المحتوى، بأي طريقة بده يتقبل المحتوى. هالتحدي وهالمسيرة بلشت ب 18 سنة ورشة عمل تنقدر ندمج نيوز روم، لأنه بلشنا باثنين نيوز روم، وتنقدر نتطور ونكون عم نوصل ونصير موقع 24 ساعة، مش بس فيه سياسة، بس فيه أخبار، فيه سوشيال، فيه هيلث، فيه لايف ستايل، فيه كل هالأمور، ونقدر نحكي مع الأجيال الجديدة. إلى جانب هالشي كمان كيف نحن نتعاطى مع السوشيال ميديا ونعتبرها أنه هو وسيلة لنا كمان، مش نحن عم نتسابق، وكيف نتعاطى كمان مع الكونتنت كرييترز كمان،
نفتح لهم مجال انه نحكي معهم. الى جانب كل هالشيء نقلنا من الورق والمكتوب للفيديو يلي هو كمان كان تحدي كبير. ودور الصحافه اليوم هو الفاكت تشيكينج اللي كنا عم نحكي عنه, الفيك نيوز. يعني نحن عندنا فريق بيتدرب بس تيقدر يعمل كل يوم فاكت تشيكينج على كل الاخبار الموجوده مش بس بلبنان, بالعالم كله. فهذا تحدي كبير, ورشه. ومن هالورشة قدرنا من سنتين بأربعة آب نطلق النهار العربي. يعني من بيروت أطلقنا النهار العربي اللي هي بلاتفورم عربية, ويب سايت عربي بيحكي مع كل العالم العربي ولكل العالم. هذه هي التجربة يلي واحد في يحكي فيها. وبالنسبة لي إنه الإعلام هو رسالة والصحافة هي رسالة, وكل إنسان إعلامي أو صحافي عنده رسالة, عنده مسؤولية, مسؤولية 24 ساعة. يعني أنا بس حدا يجي يدخل على النهار بنطر عليه شوي برجع بفسر له إنه ما في نوم, ما في وقت, ما في شو بيقولوا من الساعة 8 للساعة 5 بدك تشتغل, يمكن الساعة 2 اضطرنا نحكي معك ونحكيك ونشتغل. فهو نون ستوب هالموضوع, وهو بكل يعني مش بس بالسياسة, بكل شيء هي رسالة. بالصحة هي رسالة لتوعية الناس, بال 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 بالسوشيال والاجتماعي كمان. يعني وين ما كان عنا هالدور وعنا هالصوت اللي لازم يوصل وعنا صوتنا اللي لازم يوصل وين ما كان بالعالم. شكرا. بحب كمان أقول إنه يعني بالرغم من كل البداية القاسية يلي بلشتي فيها وهذا التحدي كتير كبير انك تحافظي على النهار, ويمكن انت مصرة انك تتركي كمان النسخة الورقية. بحب اقول كمان انه مكاتب النهار تدمرت بأربع آب, وانا وقت زرتك عدنا كانت الورشة كمان مش خالصة واكيد مش خالصة. شفت موضوع الفاكت تشيكينج عندكم, وانا دايما بعطي هيدا المثل. في بس عندي فرد هيك ملاحظة صغيرة, نهار خرجت كتير رجال كتير كبار وصحفيين وأساتذة, بس ليش ما حسيت إنه في نساء يعني طلعت بأقلام كبيرة كتير؟ يعني أنا شو عندك جواب, أو بتمنى إنه يمكن تروحي يكون عندك أحد الأهداف إنه يكون في المقدمة كمان نساء؟ عدد الزملاء النساء أكبر بكتير من عدد الرجال, واللي بيكتبوا كمان كتار. يعني في عنا روزانا أبو منصف, عنا جانا سكيني, عنا يعني الله يرحمهم الست ماي منسى, الست لور غريب اللي توفت من كم شهر. عنا يعني في كتير نساء هالأزبدية, جمانة حداد, موناليزا فريحة, عنا كتير صحفيين كلهم بيكتبوا. بعدين كل يعني كل المواد اللي بتقشعوها على الويب سايت ثلاث ارباعها مكتوبة من نساء. يعني قسم الهيلث هو الصحة هو نساء, اللايف ستايل نص نص, السياسة ثلاث ارباع المواضيع, منال شايا بتكتب بالسياسة. يعني مش رح اتذكر كل الاسامي هلا وزعل حدا. لحية فرح هون مع قصة حياة كمان. يعني كل الفيديوز والمكتوب ثلاث ارباعه مكتوبين من نساء وموجودين اساميهم. مش رح اسمي كل واحد وحده هلا, رح تروح عامل ازمة بالمؤسسة. الديجيتال مانجر اللي هي معي هي كمان سيدة, هي جوال شرفين. يعني الكل نساء, في هجوم نساء بالنهار. امبارح على كل الاحوال بالاحتفالية تبع بيروت عاصمة الاعلام كمان كانت امرأة هي مثلت النهار يلي هي ديان سكيني. بحب اخر شيء يعني هيك التزمنا بالوقت شوي زياده اخذنا, كلمه صغيره عن بيروت عاصمه الاعلام العربي. انا كثير اكيد فخور انه اليوم طلع العنوان بيروت عاصمه الاعلام العربي على الصفحه الاولى بالنهار, وانا عندي صوره ولا اوعدك رح اعمله تابلو وحطه ببيتي كمان. قد ما هذا الشيء بيشرفني وحيشرف كمان اولادي بعتقد. يعني بيروت عاصمة الإعلام عم بتدق فيه هيك بأكتر شيء مهم بحياتي. يعني هو أنا أول شيء بنت بيروت. بيروت أنا وعيت على هالحياة, وست ناجا كاتبة شعر عن بيروت, واللي هي بيروت ميل فوا مورت ميل فوا ريفيكيو. للأسف يمكن شيء كتير حزين أنه دايما بترجع بتقوم وبترجع بتموت وبترجع بتقوم بيروت. وبدي أقول أنه اليوم بنت بيروت اللي بيع تضمه لبيروت وللبنان, وكرمال هيك اليوم من بيروت عم نطلع بالصوت بالإعلام تنكون بالعالم العربي, تنكون وين ما كان بالعالم, تنكون نحن هالرمز للحرية, لحرية التعبير, لحرية الكلمة. هالرسالة اللي منحملها بدمنا وبقلبنا وبحياتنا كل يوم
أنا بنت بوعك كل يوم الصبح عندي رسالة، ما عندي وظيفة، عندي رسالة هي إنه أطلع بهالمدينة اللي اسمها بيروت، أطلع بهالبلد اللي اسمه لبنان، رغم كل الدمار، رغم كل الوجع، بتطلع وبحولهم لإيجابية. ليش لإيجابية؟ لأنه هيك تعلمت إنه لو شو ما صار الواحد لازم يواجه ويشتغل بإيجابية ويكون عم بيناضل بإيجابية. ودائما كل شغلة بتقلي قاعدة بمكاتب مدمرة، أنا ثالث يوم من الانفجار كنت نظفت كل شيء وكنا كلنا قاعدين من دون حتى خشب. واليوم أنا من هالشي رح تشوف ورح تكون حضرتك موجود بعد كم شهر كيف كمان عم بفتتح مكاتب جديدة بطريقة جديدة بإعلام جديد من لبنان من بيروت. رح يكون مكاتب النهار كونسبت جديد كله مدرسة للعالم العربي، لأنه عم نتطلع للقدام. لو شو ما صار قد ما تدمرنا نحن دايما نتطلع للقدام. فتحية لهالمدينة وتحية للإعلاميين، وخلوا بيروت دايماً لو حتى فليتوا وزعلانين من لبنان بس تركوها بقلبكم ورجعوا لها ودايماً تذكروها لأنه ما بتستاهل أنه نكرهها. شكراً. شكراً لألكم. إذا بتسمحوا لي أقول أنا كمان لست نايلة تويني، أنا النهار إلها فضل كتير كبير على مسيرتي المهنية وين أنا وصلت اليوم، فأمام هذا الحضور شكراً على هيدي المدرسة اللي علمتنا كثير، بيضل فيها جزء كثير كبير بحياتنا وبمسيرتنا المهنية. شكراً لكم.